من شهر 9 لحتى الان ما اخذناش الا اول مره غاز، كل استعمالنا على النار. من دونا كنا في موجودين في بلد سهيله ودونا على خان يونس 7 مع بستهلك الغاز موزع الغاز، فرحنا تبدلنا للجرة تو. عليه توزيع الغاز اول مرتين نزل فيهم من رابط الغاز سجلنا وتمام 100%، واجى اول مره يومين ثلاثه طلعت جارتي، وثاني مره يومين ثلاثه وطلعت جارتي، ثالث مره حتى مش جارتي انا مستعين الجره من جيراننا كانت. فالمره الثالثه استعنتها الجره من جيراننا قعدت 22 يوم الجره وما جتنيش، يعني بعد 22 يوم اجتني بعد ما جاري طلع اسمه ومليون مرة طلب مني الجرة، بدي الجرة بدي الجرة، طلع اسمي في الرابط ما طلعش اسمي في الرابط، اضطريت اروح اشتري جرة ب 580 شيكل في ذاك الوقت، اليوم الجرة أكثر من 580 شيكل، اليوم الجرة 750 شيكل فما فوق، أنا نازح وبقدرش أشتري جرة، فهلقيت في الوضع الحالي ما عندي جرة بس بطلع اسمي في الرابط، وعندي كلوب صغير جرة صغيرة، إيش بعمل؟ بتأجر الجرة للتعباية ب 25 شيكل. يعني المرة هذه لما نزل الرابط أنا رحت بعثت جارتي يوم الأحد اللي فات، قال لي بتجيني يوم الجمعة، هيا ورقتي معي، هيا هذه الورقة أنا باخذها من المندوب، اليوم الأحد صح؟ المفروض معي هذا وقت إيش؟ يوم الجمعة عصرا، أنا يوم الجمعة عصرا رحت له، قال لي مش موجود اسمك، بتيجي وقت إيش؟ بتيجي يوم الجمعة الجاي، أنا متأجر الجرة في التعباية يعني كل مرة بتأجرها ب 25 شيكل، رن علي مين؟ صاحب الجرة، قال لي لا أنت هيك لك أسبوعين ما أخذت جرة، بدي كمان أجار تاني، مستوعبني؟ يعني بده كمان 25 شيكل، طب أنت عندك لو بدك، أنا ما عنديش غاز، أنا بشتري كل يوم عقد مثلا أكلي مثلا كل يوم بدي ب 10 شيكل حطب، بقدرش أشتري في الوضع الحالي الغاز اليوم ب 60 شيكل ولا لا؟ وكل الناس بتعرف هذا الكلام، يعني أنا لو بدي مثلا بدي اشتري مثلا غاز في الوضع الحالي، اللهم صل على النبي، عندك لو بدي اشتري غاز مثلا نقول الطبخه في الوضع الحالي اقل طبخه عشان تاكل زي مش اكل زي الناس، اكل عادي، اقل طبخه بدها تكلفك 50 شيكل انت ومرتك وطفله صغيره 100%، وبدها كمان 20 30 شيكل غاز ولا بدهاش، اقل طبخه بدها نص كيلو غاز ولا لا، وعندك اللهم صل على النبي، يعني الطبخه بدك كل يوم بس عشان تاكل وجبة غدا بدون فطار وبدون عشاء، بدك أقل إشي يومياً 150 شيكل عشان تقدر تاكل. في الغاز كل مواطن أخذ حقه، بس برضه في أزمة موجودة اللي هي المعبر مش دائماً فاتح، يعني برضه صاحب المحطة مش في إيده، هو نفسه كل يوم يترزق، ما هو برضه رزقه لإله صاحب المحطة. طبعاً هنا بالنسبة للغاز هي الآلية المتبعة كويسة للأمانة، يعني بعد ما اتبعنا الآلية هذه صار الأمور يعني أحسن من هيك، بس بصراحة في معوقات كثيرة، يعني اللي هم يعني زي تسكير المعبر، يعني أنا بالنسبة لي يعني عائلتي 8 تنفار، لما الجرة لما بتاخذ 8 كيلو ما بتكفيني لعد من 15 يوم ل 20 يوم، فهذا طبعا احنا بمعاناة، يعني انا بضطر اروح نشتري من السوق السوداء عشان ان انا ايش اكمل باقي الدورة اللي تيجيني، صحيح انه هو يعني ما بتكفي للدورة من الدورة هي 8 كيلو، فعشان هيك احنا بنطالب، طبعا هو احنا المعابر وتسكين المعابر مش في ايدينا، يعني مش في ايدينا الموجودين الحكومة الموجودة، بس برضو احنا بنتامل بينهم برضو كمان يعصوا على الناس اكثر من هيك، يعني او زودوا اللي هو كيلو واحد على الثمانية يصير 9 كيلو او 10 كيلو جرة، تساهم في انه نحن ان شاء الله تعدي هالمشكله على خير. وبالنسبه لل شو اسمه شهر 12 و1 هذه طبعا حيكون عندها سقعه ويكون الغاز هذا شحيح ومش راح يخش علينا، راح يكون نحن معاناه وصعوبه جدا في شهر 11 و12 و1، فبنتامل ان شاء الله من ربنا هيك ان شاء الله ربنا يوفقنا ونعدي هالخير الحرب على خير ان شاء الله. آلية توزيع الغاز هي آلية جيدة جدا، لكن المشكلة في الاستغلال. اليوم الغاز سوق سوداء بنباع الكيلو ب60 شيكل، أنا مثلا كمواطن عندي جارة بعبيها 8 كيلو معي نفرين بتكفيني لمدة، لو واحد مثلا عنده 6-7 أشخاص ما بتكفيه 8 كيلو أدوب تقعد أسبوعين، لكن هنا بصير راجل يضطر إنه يشتري سوق سوداء، لازم يصير حل هالإشي.
وكمان الاستغلال، حل الاستغلال بس مش بالغاز، في اي اشياء، مجرد ما سكر المعبر ندفع كل شيء بيغلى، من راس المواطن بتلاقيه بيغلى، والناس اللي واقفه على العرش برضه بتغلي، وهذا شيء غلط كبير انه المواطن يغلى عليه الشيء في ظل حرب زي هذا. الآلية كويسة جدا، ممتازة الآلية، أما هو في موضوع الاستغلال وال بس المواطن اللي عنده عدد أشخاص كبير لازم يتوفر له كمية أكبر من الغاز، وعدد الأيام مثلا بدل كل شهر أو 40 يوم له 20 يوم يصير متبع آلية تانية له. أما المواطن عدد أشخاص قليل كويسة له. والله الحمد لله آلية توزيع الغاز كويسة، يعني كل حركة شهر أو شهر وخمس أيام بيطلع لنا تباية ممتاز، يعني الحمد لله ماشي الأمور، يعني بنسيطر على الأمور. قبل ما تخلص التعباية اللي قبلها بتبقى نازلة التعباية الثانية، الأمور كويسة مطابقة لحسب للوضع اللي احنا فيه نوعا ما. طبعا في اقتصاد، يعني احنا بالنسبة للثمانية كعيلة، أنا 8 انفار عندي، الثمانية كيلو ما بكفيش، أو لما بدي أطبخ طبخة، لما طبخة كويسة جامدة بولع نار ورا الخيمة عندي، بولع نار، بجيب بشتري خشب أو بشتري خشب بولع نار بالطبخة، بتطلع قد أكلة خفيفة في الليل، حاجة خفيفة، تحميص خبز، كوباية شاي، كوباية قهوة، طبعا قبل الوضع اللي احنا فيه هذا الكلام. بالنسبة للغاز، والله الغاز معاناة برضو، اللي معوش يعني صعب، بنطر ايش يلم ورق، يلم حطب، يلم اي حاجة مشان ايش يمشي حاله في الحياة. اما والله بالنسبة للغاز صعب، يعني اللي زينا هذا بيع برا، ايش بدي 60 شيكل، ايش بدي اجيب 60 شيكل الجرة 8 كيلو، بقدرش اجيبها، يعني اللي زي انا بقدرش اجيبها، فاهم علي؟ بقدرش اجيبها بالمرة، استعمل الحطب، بمشي حال بالنسبة للحطب بس، هاي الحطب وبس والورق، وانت عارف هاي حياتنا زي هيك والحمد لله. والله بالنسبه للكيلو، الكيلو بتطلع باربع شيكل، خمس شيكل الكيلو، بنلم ورق، بنلم اي حاجه، ماشيين حالنا في الحياه الحمد لله. نفك الحصار، فك الحصار، فك الحصار عن قطاع غزه، نعيش حياه كويسه زي الدول اللي برا، زي الدول اللي عايشه، بدنا نعيش يعني، نضلنا زي كيف في الحصار، نضلنا عايشين في الحصار هذا لوقت ايش؟ لاي سنه، لاي عمر. انا حتى الان ثلاث مرات استفدت منها، هي اليه يعني نوعا ما بقول لك يعني جيده، مش ممتازه، جيده يعني، صعب شوي لانه احنا في وضع صعب يعني، بقينا في البدايه ما نقدرش نعبي، يعني ناس تعبوا وناس ما تعبيش وناس كذا. حاليا في نوع من العدل يعني اللي شايفينه احنا كمواطنين عاديين، يعني في نوع من العدل، بس طورها انه تزيد الفتره بدل ما نستنى شهر واكثر من شهر، يعني لو كل 20 يوم مثلا، كل 15 يوم حتى تكفي الناس، لانه لا يكفي المده الزمنيه اللي اعطونا اياها، لا تكفي يعني تجرب تقعد شهر ونص، وهذا صعب جدا يعني بالنسبة لإنسان عنده عائلة كبيرة، مش ممكن يعني يقول. يا إما بيزيدوا يعني بدل يطلع له جرة جرتين مثلا، زي الطحين مثلا، بعطوك إيش كيس، بعطوك كيسين، أو المدة الزمنية تقل شوية. أما كيعني طريقة التوزيع يعني نوعا ما بنقدر نقول عادلة، مش عادلة 100% بس نوعا ما عادلة، الكل بيصلوا يعني، كل واحد يحمي هوية، متزوج عنده عائلة بتطلع يعني يسيبه. احنا كان دحين احنا بنعاني من قصة الإجرار، اما هو موجود الغاز، فاهمني كيف؟ يعني كل 20 25 يوم بيجيك دور، فاهمني كيف؟ قصة الثمانية كيلو بتكفي، بس القصة انه فيش، احنا طلعنا من بيوتنا ولا إجرار معانا ولا معانا حاجة، ويعني تاخذ له جرة صغيرة 5 كيلو اللي عندك، 4 كيلو البابور هذه ما برضاش يعبيها، الا بده جره كبيره 12 كيلو، طب مش متوفر هذه، من وين نجيبها؟ بدك تشتريها في السوق، سعرها غالي جدا جدا، والوضع الناس الله يكون له معين، وصعب صعب، هي قصه، هذه قصه معاناه في الاجرار بس، اما قصه الغاز منيحه مش عاطله.
لا، آلية توزيع الغاز مش كويسة، مش لصالح الناس، ولازم توفر غاز كتير للناس لأنه بيجيهم وضع صعب جدا. وبعدين احنا في وضع الشتاء مطلوب غاز كتير يعني، ومطلوب للأكل والشرب يعني، بنحتاج غاز كتير احنا، ونقصنا كتير غاز بالنسبة لهذا الموضوع يعني. وضع الناس صعب عامة، صعب جدا. ايش الناس بتعمل بدائل عن الغاز؟ بتولع النار، بتجيب حطب وبتشتري بالحطب شرية. في ناس وضعها صعب جدا، ما عندهاش مصاري تشتري، لا تشتري حطب ولا تشتري غاز حتى. وضع الناس صعب جدا جدا بالنسبة للماء مصاري، وبالنسبة للفلوس وللاقتصاد وضعنا صعب جدا يعني. وضع الناس كله عامة صعب، والله يفرج علينا يا رب. الجرة عندي بتقعد أنا من شهر لأربعين يوم، وبعد هيك بعاني. هو في الشتاء في الوضع هذا بقدرش أولع النار، وعندي مرة يعني مريضة في المعجوبة فيها وبقدرش هذا، بقدر أستطيع أن أوفر لها غاز على سبب أنه إيش أحافظ على بيتي وأحافظ على داري.